السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا شباب الكليات، يا شباب الجامعات الجميلة، والحمد لله على السلامة يا أبطال. بعد ثانوية عامة 2021، السنة العصيبة جدا جدا جدا، السنة الكئيبة، السنة الطويلة، السنة اللي كلها مشاكل، السنة بتاعت التابلت، السنة بتاعت الامتحانات، كل المشاكل دي الحمد لله على السلامة والله يا شباب وكفارة. بص، كنا خلصت امتحان، بس يعني كنا خلصت امتحان، أنت بطل خلاص، خلصت كده تمام، أنت خلصت امتحان، أنت بطل كده، بصرف النظر بقى عن المجموع، التنسيق، الكلية، كل الكلام ده فاكس يابا. خلصت امتحانات، أنت بطل، وصلت للنهاية بدون ما توقع أي حاجة، أنت بطل. فأهلا وسهلا بيك يا بطل في فيديو جديد، وفيديو ده كده ترحيبي بعد ثانوية عامة، وده عشان نشكركم على الفيدباك الجميل جدا جدا بتاع مراجعات الأحياء على يوتيوب. الحمد لله تقريبا الدفعة كلها شافت مراجعات الأحياء، فشكرا جدا يا شباب من كل قلبي والله على الفيدباك الجميل دوت واللي أنتوا عملتوه ودعواتكم الجميلة جدا جدا. وكنت ببسط جدا لما حد يقول لي إن والدته ربنا يخليها لكم يا رب كلكم بتدعي لي، فدي حاجة والله شباب يعني made my life بجد. النهارده بقى هكلمكم عن موضوع كده خفافي، خلاص خلصنا من نصيحه ثانوية عامة بقى والكلام التقيل دوت على قلبكم انا عارف، بس خلاص بقى احنا بقينا طلبة جامعات، نتكلم بقى في حاجات الخاصه بالجامعات بقى، كبرنا خلاص، يلا بينا نتكلم في حاجه خاصه بالجامعات مهمه جدا. مستقبلك بعد ثانوية، ماذا بعد الثانوية يا شباب؟ كده كده تخش جامعة ان شاء الله. الجامعات بقى شباب فيها اختيارات، اول حاجة طبعا الجامعة الحكومية اللي هي تعتبر افضل اختيار لو حضرتك جبت مجموعها، يعني انت مثلا نفسك في طب وجبت مجموع جامعة حكومة طب، تختار الجامعة الحكومة الطب اللي اقرب لبيتك. جالك هندسة، اختار الهندسة اللي اقرب لبيتك، يعني مثلا انت من المنوفية زي كده جبت مجموع كبير وجالك طب مثلا عين شمس وجالك طب المنوفية وجالك طب اسيوط ومش عارف ايه، تختار المنوفية الاقرب ليك، انت في اسيوط اختار اسيوط ما تجيش القاهرة. فاول اختيار يا شباب هو الجامعات الحكومية، واي حاجة هنعدي عليها هنذكر المصاريف بتاعتها كده يعني حاجة بسيطة. الجامعات الحكومية مصاريفها بسيطة، تقريبا في الترم 1500 ولا حاجة ولا 2000 جنيه بالكتير يعني، فما تعتبرش مصاريف، بلس انك بتشتري الكتب، فممكن مثلا تصرف لك في الترم تقريبا 3000 4000 حاجه زي كده يعني. دي كده الجامعات الحكوميه. طب تاني اختيار بقى هو الجامعات الخاصه، ولكن قبل الجامعات الخاصه في بقى حاجه برضو حكوميه خطيره في ناس كتيره جدا بتحلم بيها، وهي الكليات العسكريه. يعني مثلا الناس نفسها تخش حربيه، اللي هو بتبقى ظابط في الجيش، تترقى لحد ما تبقى لواء، بس اوعى تنساني لما تبقى لواء، لا ها، دي اسمها كليه حربيه. في بقى كمان كليه في الجيش اسمها الكليه الفنيه العسكريه، ده للمهندسين، تبقى مهندس ظابط او ظابط مهندس. كمان في كليه طب عسكري، تبقى ظابط طبيب، بتبقى طبيب بس في الجيش، دكتور ظابط، ظابط دكتور. في بقى كمان حاجة اسمها جوية، تبقى طيار يا معلم. في كمان حاجة اسمها معهد فني، كان زمان بيخرج ظباط، مش عارف دلوقتي هيخرج حاجة تانية غير الظباط يعني، بس برضو ده تبع الجيش وبعد الثانوية العامة يعني، فقلت اذكره برضو بالمرة يعني. فكده اتكلمنا عن الجامعة الحكومية والكليات العسكرية، نتكلم بقى عن الجامعات الخاصة، ودي يا شباب للناس اللي مش بتجيب مجموع في ثانوية عامة يدخلها كلية حكومية. بس خلي بالك الجامعة الخاصة برضو بقت بمجموع، يعني مثلا يعني الطب زمان كان من 99، الكليات الحكومية بتاخد اعلى حاجة اللي هو مثلا جايبين 99 بيخشوا طب، او مثلا 95 يخشوا هندسة. الكليات بقى الخاصة بتلاقي تنسيقها اقل 2% 3%، يعني مثلا بتلاقي طب خاص بياخد من 95 96 97 عادي جدا، دي الكليات الخاصه. فدي الجامعات الخاصه للي ما جابش مجموع، ربنا يا رب يكرمكم كلكم. فالناس اللي مش هتلحق تنسيق الحكومه في اختيار الجامعه الخاصه عادي جدا. في كمان بقى اختيار لهوات السفر والمتعه والطيران الى الخارج، الا وهو السفر للدراسه بره مصر. يعني مثلا من اشهر الدول اللي الناس بتسافر لها كل سنه وهي تركيا. تركيا فاتحه ابوابها كل سنه لالاف الطلاب الوافدين من الخارج عشان يدرسوا جوه جامعات تركيا، بس المميزات بتاعه الدراسه بره مصر مميزات خطيره شويه صراحه. اول حاجه مش شرط يكون مجموعك عالي، يعني ايه الكلام ده؟ يعني الجامعات الحكوميه مثلا في مصر بتاخد طب بشري 99% او 98.5% مثلا، يعني هتلاقي الجامعه الخاصه مش اقل من 95. طب بره بقى الدراسه بره بتلاقي الطب مثلا من 70%، بتلاقي الهندسه مثلا من 60% وفي 50%، تخيل علاج طبيعي مثلا بتلاقي من 70% وهكذا. فبتلاقي المجاميع قليله خالص يا شباب، الناس اللي هتجيب مجاميع قليله خالص وتجيب مثلا 60% 70% 80% وعايزه تخش كليه عاليه ومش هتلحق في مصر لا في الخاص ولا في الحكومه، هتلاقي السفر بره ده الاختيار الانسب في الحياه. مجموع قليل جدا بيدخلك الكليه اللي بتحلم بيها، 60% تخش هندسه، 70% تخش طب بشري عادي، طب اسنان عادي. طب يا دكتور بقى على الكلام ده تلاقي المصاريف مثلا مليون جنيه و2 مليون، مفيش الكلام ده يا شباب. الدراسه بره مثلا في تركيا بتلاقي المصاريف بتبدا من 2000 دولار، يعني مثلا الهندسه بتبدا من 2000 دولار، علاج طبيعي مثلا 2000 دولار، ده في السنه خلي بالك مش في الترم. الدراسه بره كمان يا شباب زي تركيا مثلا تقدر تدرس بالانجلش عادي، مش شرط تتعلم التركي وتدرس بالتركي والكلام ده، هتدرس بالانجلش عادي جدا. من الحاجات برضو اللي بتقلق الناس وبتخلي الناس تتكلم عنها ان يا دكتور مثلا بعد ما اخد الشهاده بره هل هاجي مصر اعرف اشتغل؟ يعني هل هاجي مثلا اقدم في النقابه بتاعه الاطباء اتقبل او المهندسين اتقبل؟ هتتقبل كل حاجه والشهاده معترف بيها، بس انت عايز تقنعني انك لو خدت مثلا الشهاده من تركيا بقيت دكتور مثلا هناك او بقيت مهندس هناك هتيجي تشتغل في مصر في الفتره الحاليه؟ مستحيل.
انت مش هتيجي، بس لو جيت الشهاده معترف بيها عادي جدا، اي نقابه عادي هتقبلك والشهاده معترف بيها في مصر. طيب اللي منكم بقى مهتم بحوار السفر وعايز يسال بقى على التفاصيل وكل الكلام ده، اولا لو انتم مهتمين قولوا لي في الكومنتات، هنعمل فيديو عن السفر بره مصر ونقول لكم تفاصيل اكتر ان شاء الله. انا مثلا ذكرت مثال النهارده تركيا، لو انت حابب تسال عن السفر لتركيا والطريقه ازاي وهدرس هناك ايه والتكلفه كام والمعيشه ازاي، اي سؤال حرفيا يجي في دماغك هتلاقي لينك واتساب في الديسكربشن بتاع شركه تركي كامبس. تركي كامبس هي شركه متخصصه في السفر لتركيا، ابعت لهم على الواتساب اسالهم اي سؤال يدور في دماغك، اي سؤال في الحياه عن السفر لتركيا مش دوله تانية، لتركيا اسالهم هيجاوبوك ويقولوا لك على كل حاجه، والشركه دي هتساعدك بدون اي مقابل مادي خالص، مش هتدفع ولا جنيه. يعني حتى لو انت قدمت على جامعه بره في تركيا واتقبلت فيها انت هتدفع للجامعه، مش هتديهم ولا جنيه، فمش هتخسر حاجه. عايز تتثقف كده وتشوف الدنيا عامله ازاي بره والكلام الجميل دوت، ابعت لهم على الواتساب، اللينك بتاع التواصل في اول سطر في الديسكربشن. وزي ما قلت لكم لو عاوزين تفاصيل اكتر عن الموضوع قولوا لنا في الكومنتات، وهنعمل ان شاء الله فيديوهات كتير عن السفر بره مصر، ده للناس المهووسه بالسفر، يعني الناس البيتوتيه اللي بتحب اهلها بقى اللي بتحب تقعد في بيتها. بره عنكم الموضوع ده يا شباب، انتوا زي على الله حكايه. وبس كده يا ابطال ثانويه عامه اللي خلصته، والله مبسوط ان السنه الحمد لله انتهت معانا بسلام. يعني كل الناس اللي مكمله لحد الان عاش ليكم جدا جدا جدا، والله العظيم فخور بيكم. انتوا بصوا اكتر دفعه اتحط عليها في الحياه، في الحياه انسى بقى، يعني كان زمان بنقول 2016 اي امتحان 2016 صعب جدا جدا، انتوا بقى عديتوا المراحل دي بكتير قوي، تمام؟ فكفاره كفاره والله يا شباب. يلا اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وانا بحبكم في الله، اي حد عنده طلب قولي في الكومنتات وان شاء الله ساعدك. يلا سلام عليكم.